بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة مستر علي إبراهيم. إن شاء الله النهاردة هنكتب مع بعض باراجراف عن My Daily Routine، روتيني اليوم. في البداية أرجو من حضراتكم دعم القناة بعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الاشتراك. نكتب في نص السطر My Daily Routine، روتيني اليوم. My name is Jenna. اسمي جنى. I am 12 years old. عمري 12 سنة. I live in Cairo. أعيش في القاهرة. My daily routine starts with getting up at 6:30 a.m. يبدأ روتيني اليومي مع الاستيقاظ الساعة 6:30 صباحا. First, I wear my school uniform. أولا أرتدي زي المدرسة. Then I have breakfast. ثم أتناول إفطاري. I go to school by bus. أذهب إلى المدرسة بالأتوبيس. I have 8 lessons a day. لدي 8 حصص في اليوم. Next, بعد ذلك I come back at 2:30 p.m. أعود إلى المنزل الساعة 2:30 بعد الظهر. I do my homework at 7 p.m. أقوم بعمل واجبي المدرسي الساعة 7 مساء. My father helps me with my homework. يساعدني أبي في حل الواجب المدرسي. I watch TV with my family before I go to bed. أشاهد التلفزيون مع أسرتي قبل أن أذهب إلى الفراش. I usually help my mother clean the house. عادة أساعد أمي في تنظيف المنزل. At the weekend, في عطلة نهاية الأسبوع, I go shopping with my mother. أذهب للتسوق مع أمي. كده نبقى انتهينا من كتابة باراجراف عن My Daily Routine، روتيني اليوم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.